اعتقد برضو احنا لسه كنا بنتكلم على على كابتن على مصطفى شوبير، فمصطفى اعتقد كويس دلوقتي وزي الفل. يعني من وجهة نظرك مصطفى جاهز لحراسة النادي الاهلي خلال المباريات القادمة؟ يعني انا تابعته شويه في البدايات، كنت لا كنت لسه قلقان شويه منه ان هو لسه يعني شاب لسه وما خدش خبرات كبيره وكده، بس بعد كده بصراحه لا يعني شفته في كذا مباراه، لا هو موهوب يعني عنده موهبه كويسه جدا، وحارس حارس واعد ان شاء الله، يعني ان هو يبقى حارس مرمى مستقبل يعني ان شاء الله. منظورين احنا في حراسة المرمى يعني الشناوي في علي معرفش لطفي في كلهم حمزه، الحقيقة، حتى وحمزة ودلوقتي مصطفى، اعتقد الامر صعب يعني. الموضوع صعب جدا، انا بقول لك في البدايه الاصابات وهي اكتر حاجه حراسه المرمى يعني، بس ان شاء الله يعني احنا سمعنا اخبار كويسه ان الدنيا بدات تظبط شويه مع الحمد لله الشناوي مع الشناوي مع وعالي ان علي. شاء الله، فالامور تبقى كويسه ان شاء الله. طيب هل انت مع اراحه، يعني هو الماتش اللي فات مثلا ريح علي معلول وبيرسي تاو وهاني ومروان وكده كده حمدي مريح، يعني هل انت مع استمرار اراحتهم ولا ان هو يلعب بيهم عشان يشوفوا لا اعتقد ان الناس دي تلعب بقى ان شاء الله المباراه دي، تلعب الماتش ده؟ باذن الله يعني لو هم مريحين بقى لهم فتره طبعا يعني وما فيش اصابات يلعبوا المباراه دي ان شاء الله، ويبدا هو بقى يعرف الناس اللي هي هو عنده 5 تغييرات، يبدا يريح الناس اللي هي اطمن عليها خلاص وتستريح يعني. يعني انت من مدرسه ان هو يلعب بالتشكيل الاساسي في مباراه سيراميكا او التشكيل اللي هو بيبدا بيه دايما يعني؟ يعني انا بص انا زي ما قلت لك لو انا الفرقه كلها كويسه ما عنديش اي مشاكل، ما عنديش اصابات والناس كويسه، العب بالتشكيل الاساسي، لكن لو انا عندي مشاكل وخايف على ناس معينه، لا انا طبعا عندي قوام كبير وعندي لعيبه كويسه طبعا بره كتير، فانا ممكن ادخل كذا عنصر واريح الناس اللي انا خايف عليها، لكن لو انا عندي الناس كويسه لا الناس كلها تبقى موجوده. انا كنت بشوف ده واحنا موجودين في النادي الاهلي، يعني كان عندنا برضو تلاحم مباريات كتيره جدا وكنا بنسافر وكل حاجه، وكانت الفرقه هي الاساسيه، انا كنت عشان ادخل التشكيل الاساسي كان بيطلع عينيا يعني، لا كان الموضوع صعب جدا ان انت تدخل تلعب من بديل تبقى موجود، انت كنت ممكن مثلا لو حد اتصاب او حاجه، يعني انا فاكر مباراه كنت دايما بقولها على طول لاي حد، مباراه كان في كاس افريقيا مع الزمالك، وكان حد تقريبا اتصاب احمد السيد او حد اتوقف، وانا دخلت لعبت المباراه دي، بعد الماتش مستر مانويل خرج احسن 2 في المباراه، بركات ورامي احسن 2 في الماتش، الماتش اللي بعدين احتياطي. طب هتدخل ازاي فاهم يعني؟ فكان مستر مانويل من عنده من السياسه دي، من عنده من اللي هي الناس رقم واحد بيرجع، رقم واحد بيرجع، وكان بيلعب بالناس دايما على طول يعني، ما كان حته ان هو يريح لعيبه كانت قليل جدا يعني. فانت من المدرسه دي ان انت تلعب على طول يعني انت لما تبقى مدير فني هتعمل كده؟ بص طول ما انا في الـ هيبقى في طبعا لو في قوام عندي مثلا 17 18 لعيب، هم دول هيبقى في تدوير فيهم بس مش بشكل كبير قوي، بس زي ما انت السؤال بتاعك لو انا داخل على مباراه زي دي، لا هحاول ان انا العب الناس الاساسيه بتاعتي اللي انا هلعب بيها الماتش الجاي.